بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. استعرض مع حضراتكم أداء أسواق الإمارات والسلع والحصاد الأسبوعي لأسواق المال العربية والعالمية، والبداية بأبرز العناوين. مكاسب جماعية لأسواق المال الإماراتية ختام تعاملات الأسبوع. إضافة شركة مالتي بلاي الإماراتية لمؤشر MSCI العالمي. شركة الدار العقارية الإماراتية تنضم لمجلس صناعات الطاقة النظيفة. أهلا بكم من جديد، والبداية من أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي مرتفعا بنسبة 0.13% عند مستوى 10606 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 846 مليون. ومن أصل 64 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 28 شركة أخرى، وبقيت 8 شركات على ثبات. وعلى صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم شمير ستاندر أند بورصة الولايات المتحدة نسبة 6% ليغلق عند 3.67 دراهم، بينما ارتفع سهم مالتي بلاي بنسبة 5% ليغلق عند 4.82 دراهم. كما أغلق سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية مرتفعا بنسبة 5% ليغلق عند 1.89 درهم، بينما انخفض سهم شركة حياة للتأمين بنسبة 8.33 ليغلق عند 1.10 درهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام مرتفعا أيضا بنسبة بلغت 0.68% عند مستوى 3407 نقاط، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 359 مليون درهما. ومن أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 14 شركة، وبقيت 4 شركات على ثبات. وارتفع سهم شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية نسبة 14.56 يغلق عند 1.18 درهم. كما ارتفع سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.96 يغلق عند 0.42 درهم. وأيضا ارتفع سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 6.45 يغلق عند 0.13 درهم. بينما أغلق سهم شركة مصرف السلام السودان منخفضا بنسبة 7.20 عند درهم. أطلق سوق أبو ظبي العالمي خدمات الوساطة من خلال عالم الميتافيرس، وستوفر خدمة الوساطة في الميتافيرس من سوق أبو ظبي العالمي تجربة شاملة باستخدام التقنيات المتاحة للجيل الثالث من الإنترنت ويب 3، والتي تمكن المشاركين من الوصول إلى مساحات مكتبية ثلاثية الأبعاد. وستعتمد المساحات المكتبية الافتراضية هذه على شكل المساحات الفعلية داخل مركز التحكيم لنقل صور المشاركين بالفيديو مع دمج المحيط الافتراضي. وفي سياق متصل، أعلنت شركة MSCI المزود العالمي للمؤشرات اليوم مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها، حيث تم إضافة أسهم شركتي مالتي بلاي وكيول قابضة للمؤشر القياسي العالمي. كما تم إضافة أسهم سوق دبي المالي ومصرف الشارقة الإسلامي لمؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، فيما تم استبعاد أسهم شعاع كابيتال من المؤشر. ومن المقرر أن تقوم MSCI بتنفيذ تغيراتها في الأسواق بإغلاق يوم 30 نوفمبر الجاري. وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات، ارتفعت أرباح شركة أدنوك للتوزيع التي تعمل في مجال توزيع الوقود في دولة الإمارات إلى أكثر من 2.3 مليار درهم بنهاية 9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 1.681 مليار درهما.
تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام السابق. وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية يأتي بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 63% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك جراء ارتفاع إجمالي كميات الوقود المباعة بنسبة 7% نتيجة النمو الاقتصادي. إلى ذلك، أعلنت الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي المالي عن انضمامها كأول عضو شريك من القطاع العقاري إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة، حيث ستتعاون مع المجلس في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المنطقة. ويعد مجلس صناعات الطاقة النظيفة مؤسسة غير ربحية تتمثل رؤيتها في تسريع وتيرة الجهود المبذولة في التحول والانتقال السلس إلى اعتماد مصادر الطاقة النظيفة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري، برنامج أرقام وأسواق. أهلا بك. أهلا بحضرتك. بداية أستاذ محمد، يعني أسواق المال الإماراتية انتهت الأسبوع على مكاسب جماعية. نبدأ من سوق أبوظبي المالي، ما تحليلك لجلسة اليوم وأبرز ما جاء فيها من أحداث؟ سوق أبو ظبي يعني قفل على مستوى 10,629، طبعا بمكاسب أسبوعية كبيرة، يمكن ده أعلى رقم ممكن يكون وصل له سوق أبو ظبي في تاريخه، طبعا مدعوم بحركة شراء عنيفة جدا جدا على المستوى المحلي. نعم. ومن ضمن طبعا كمان الطروحات والحاجات اللي هي الإضافات، الأسهم اللي بتضاف في المؤشر و في السوق بشكل عام بتساعد على نمو السوق بالطريقه ديت. يمكن احنا شايفين ال 10,629، نتوقع ان ممكن يكون في جني بعض من الارباح بسيط جدا، ينزلنا 100 نقطه او 200 نقطه ويبدا يرتد تاني ويستمر في الصعود، لان على المدى ده على المدى اليومي، انما على المدى الاسبوعي شايفين ان حركه السوق قويه. نعم. وفي دعم قوي للسوق، واعتقد ان احنا لسه في مزيد من الارتفاعات خلال الاسابيع القادمه ان شاء الله. نعم. يمكن شاهدنا استاذ محمد سوق دبي ارتفع ايضا، ما تقييم حضرتك؟ سوق دبي برضو يعني هو نفس واخد نفس الاتجاه، الطروحات الجديدة اللي موجودة في السوق بشكل عام، نتائج أعمال الشركات القوية جدا في الأسواق سواء سوق دبي أو سوق أبو ظبي بتساعد بشكل كبير جدا على ارتفاع السوق. يمكن سوق دبي قفل عند 3,407، طبعا ده يعني صعود بقى قوي، احنا شايفين المؤشر صاعد من سنه من 2020 لحد النهارده في صعود قوي جدا. عندنا نقطه المقاومه الرئيسيه للسوق المؤشر سوق دبي 3,550. نعم. يعني يمكن احنا قربنا عليها بناقص لها 100 نقطه، ممكن نشوف ساعتها في الحته دي جاني بعض بسيط من الارباح واستمرار الصعود مره ثانيه، لأن المؤشرات بتقول على المدى الأسبوعي لمؤشرات قوية جدا وبتساعد على صعود السوق. نعم. أعلنت شركة MSCI مراجعتها نصف السنوية، حيث أضافت 4 شركات إماراتية لمؤشراتها. ما تقييمك لهذه المراجعة؟ وهل جاءت متوافقة مع التوقعات؟ طبعا، يعني زي ما قلنا صعود السوق القوي اللي حصل في الفترة اللي فاتت مدعوم بإضافة الأسهم الجديدة دي، او توقعات، يعني توقعات ان كان هيبقى في اضافه اسهم جديده في المؤشر مورجان ستانلي. نعم. فبالتالي طبعا حصل صعود قوي في السوق. اضافه المؤشر ان هو يضيف الاربع اسهم اللي اضافه سهم سوق دبي المالي او سهم مصر في الشرق الاسلامي ومالتي بلاي وكيو القبضه، طبعا دول بيدوا قوه جديده في السوق في المؤشر. ده معناه ان هو هنشوف فيه مستثمرين اجانب هتزود حصصها في سوق دبي وسوق ابو ظبي، في خاصه في الاربع اسهم دول.
هيبقى في قوة شرائية أقوى، قوة يعني ده كل الحاجات دي، العوامل دي هتدعم زيادة السوق بشكل كبير جدا. زي ما قلنا في الأول، احنا توقعاتنا إن سوق دبي وسوق أبو ظبي يستمروا في الصعود. أعتقد مع تنفيذ نعم العمليات ديت في نهاية الشهر الجاري، أعتقد إن احنا ممكن نشوف قمم تاريخية في سوق أبو ظبي وارتفاع مزيد من الارتفاعات في سوق دبي إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ محمد، يعني ما تأثير إضافة سهم مالتي بلاي ضمن مؤشر ام اي اس اي؟ تأثيره طبعا تأثير إيجابي جدا على السوق، لأن احنا هنشوف في زيادة في السيولة في السهم، زيادة في حركة التداول، دخول مستثمرين بشتى الطرق من الأجانب والمؤسسات المحلية والأجنبية، هيساعد على حركة السوق وصعود السهم بشكل أكبر من كده بكتير بإذن الله. نعم، يمكن تابعنا مؤخرا ارتفاعات قياسية لسوق أبو ظبي المالي بالتزامن مع طروحات عالمية كبيرة بالسوق آخرها أمريكانا العالمية، فهل نتوقع استمرار صعود سوق أبو ظبي الفترة المقبلة؟ أكيد، أكيد هيبقى في مزيد من الصعود في الفترة القادمة، خاصة لما شايفين حركة السوق في أبو ظبي ودبي فيها رواج كبير في الاقتصاد بشكل عام هناك، يعني جيد جدا، مؤشرات اقتصادية قوية جدا، تحرك الدولة على معظم القطاعات وليست على القطاع النفطي فقط بالرغم من صعود البترول في الفترة الأخيرة، بيساعد من عمليات الأرباح في أو بيساعد على نعم قوة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام، إنما عندهم قطاعات تانية زي السياحة وقطاع الصناعة وقطاعات صحيح، مختلفة كتير جدا بتزود الاقتصاد الإماراتي، فأعتقد إن إحنا لسه مزيد من الصعود إن شاء الله في الأسواق الإماراتية سواء سوق إن شاء دبي أو الله. سوق أبو ظبي. أستاذ محمد، يعني ما نصيحتك للمستثمرين في أسواق المال الإماراتية على المدى القصير والمتوسط؟ على المدى القصير ننصح بالشراء عند أي تراجعات في السوق، أي ما نشوف أي أسعار أسهم لونها حمراء نشتري، كل نشوف تراجعات نبدأ نشتري، نزود المراكز بتاعتنا في السوق الإماراتي وسوق أبو ظبي، لأن زي ما قلنا إحنا لسه متوقعين مزيد من الأرباح أو من العوائد اللي ممكن تيجي من أسواق خاصة سوق أبو ظبي ودبي. بنشكر الأستاذ محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية على مشاركته معنا. أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والعملات الرقمية وسط تباين في أسعار المعادن النفيسة. ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 2.97% ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت 96.45 دولارا للبرميل الواحد. وصعدت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة بدعم من الأنباء بشأن تخفيف قيود السفر في الصين مع تباطؤ التضخم الأمريكي، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية. وفي سياق متصل، وصل الرئيس جو بايدن منذ قليل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ، حيث قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الرئيس الأمريكي سيبعث برسالة لآلاف من الوفود التي طالما زادت تشككا في الوعود الأمريكية بالعمل المناخي بعنوان يمكنكم الثقة بنا الآن. وتشير الرسالة بحسب وكالة بلومبرج إلى أعضاء ثقة العالم بعزم الولايات المتحدة الأمريكية على المضي قدما في جهود التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 0.30% عند 1759 دولارا للأوقية. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة تزامنا مع تراجع الدولار الأمريكي، حيث تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عامين وسط أمال بأن يتبع الاحتياطي الفيدرالي نهجا أبطأ في زيادات أسعار الفائدة. وعلى صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم، وارتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 5.95% لتغلق فوق مستوى 17,000 دولارا. وصعدت البيتكوين خلال تعاملات الجمعة مع تعافي أسواق الأسهم العالمية
وسط توقعات إبطاء الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع أسعار الفائدة. وختاما نشكركم لحسن المتابعة، وإلى لقاء الأسبوع المقبل مع أرقام وأسواق. تحياتي لكم ريهام الدويك، دمتم في أمان الله.